ونروح بقى لمحافظة المنوفية. من ضمن كمان المبادرة الرئاسية حياة كريمة بيتم حاليا استكمال تطوير وتأهيل مستشفى تل العام في المنوفية. هنعرف المزيد مع زميلتي ميرنا عادل. يا ميرنا صباح الخير عليكي، ولو ترصد لنا تفاصيل أكتر عن اللي تم. تفضلي. صباح الخير خلود، صباح الخير على كل مشاهدي شاشة اكسترا نيوز. بالفعل بيتم تطوير العديد من الجهات داخل هذه المبادرة، مبادرة حياة كريمة، مبادرة حياة كريمة اللي بتسعى ان هي توفر حياة كريمة بحق للمواطنين. هذه المبادرة اللي بتشتغل مش بس على البيوت واعادة اعمارها واعادة تأهيلها علشان تكون متناسقة ومتناسبة مع الحياة الكريمة اللي بتسعى الدولة توفيرها للمواطنين، ولكن ايضا توفير ده من خلال تطوير المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة في المحافظة. يمكن دلوقتي احنا موجودين في محافظة المنوفية اللي هيتم تطوير فيها اكتر من 80 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى الاكثر احتياجا، ولكن ايضا اكثر من 6 مستشفيات هيتم تطويرهم هنا داخل المحافظة. واحنا دلوقتي نتواجد امام احدى هذه المستشفيات وهي مستشفى تل العام. مستشفى تل العام هيتم يعني تعديلها بالكامل، هيتم اعادة تطويرها بالكامل، هيتم الدفع بعدد اكتر من السراير، ايضا وحدات الغسيل الكلوي هيتم زيادتها لتصل لاكتر من 26 ماكينه غسيل كلوي علشان تكون على اتم الاستعداد لاستقبال المواطنين وتقديم ليهم الخدمه الطبيه المثلى. يعني بالحديث هنا عن يعني كيف يرى المواطنون هذه التطويرات وكيف يروا هذه الاجراءات التي تتخذها الدوله لتقديم ليهم حياه كريمه بحق، قد ايه هم شايفين ان الدوله بتسعى ان هي تكون متواجده معاهم، قد ايه شايفين ان الدوله حاسه بيهم وحاسه بمعاناتهم، حاسه بكل اللي هم بيعانوا منه، عايزه تقدم لهم بحق حياه كريمه ان كان من خلال المسكن الامن اللي هيتم تطوير كافه المساكن الموجوده في القرى الاكثر فقرا واللي بتحتاج للتدخل علشان تكون هذه المنازل بشكل متطور، وايضا تطوير المستشفيات علشان تقدم لهم افضل خدمه صحيه مثلى. والكلمه اليكي مره ثانيه خلود. يا ميرنا على كل هذه التفاصيل، وان شاء الله احنا هنتابع مع حضراتكم حياة كريمة اللي اصبحت يعني موجودة في مختلف محافظات الجمهورية، بتغير وجه الحياة في مختلف الاماكن في مختلف القرى، وبتحسن من مستوى معيشة الملايين من المصريين اللي عايشين في هذه الاماكن.